السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ترتيب المنتخب الوطني في مجموعته في تصفية كأس العالم، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن انتهت الجولتين الأولتين من تصفية كأس العالم 2026 الخاصة بقارة إفريقيا، وفاز المنتخب الوطني الجزائري في الجولة الأولى أمام منتخب الصومال بثلاث أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وفاز المنتخب الوطني أيضا أمام منتخب الموزمبيق بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفية كأس العالم، وانهزم اليوم منتخب غينيا والذي كان ينافس في المنتخب الجزائري في الصدارة، وانهزم أمام منتخب بوتسوانا بهدف دون رد، وبهذا عزز المنتخب الوطني الجزائري رصيده في هذه المجموعة بفارق 3 نقاط وفارق 4 أهداف عن الملاحقين في محل منتخب بوتسوانا في المركز الثاني بثلاث نقاط، وهذا هو الترتيب كما تشاهدون أمامكم.